يعني صوتك رائع واحساسك اروع، وهذا الشيء قاعد نقوله مو غريب على يعني اسره فنيه مثل ما حضرتك تفضلتي وقلتي انك تشربتي الفن. سماوة، صدق كنتي المفروض تكونين من ابطال مسلسل كون في كفه كممثله، ولا هذه اشاعه؟ المفروض، بس انا ما كنت جاهزه حق المسلسل كله، لان ما احب اخذ شيء انا مو جاهزه له. زين شلون يعني مو جاهزه؟ ليش مو جاهزه؟ شنو ما بعدوك؟ ما ابي اقاطعك، بس مو جاهزه لان لازم اقرا الشخصيه، اتلبس الدور، اعيش الحاله، فما كنت جاهزه اني اخذ دور بطوله. وممكن وايد ناس ترى تاخذ دور بطوله عشان تطلع وتنشهر وتضرب، بس انا ما يهمني اني انا انشهر الحين، يهمني ان انا انجح، ان انا شوي شوي اطلع. اذا كان ما ابي احرق نفسي وايد. هذا كان سبب سماوه؟ لا انا بعرف اي دور كان صالح. هذا السبب سماوه اللي خلاك في الخطايا العشر تاخذين دور بسيط، في ان انت ما تبين تاخذين بطوله على طول، انك انت بالعكس تبين تتدرجين في الادوار اللي انت تاخذينها؟ صح كلامك، اتفق معك وايد، لان بالخطايا العشر طبعا يمكن في وايد ناس ترى ما انتبهوا ان انا مثلت، لان كان الدور ثانوي وكان الدور رياكشنات يعني، فما حسيت اني انا دخلت بجو التمثيل، فما اقدر اجامل يعني اقول حق الكاتب ولا حق المخرج ان انا جاهزه. في ناس تستحق هالمكان اكثر مني، انا مو جاهزه للحين.